نعمل مع بعض الوصفة التراثية ووصفة النهاردة من كتاب المطبخ الفرعوني من تأليف ماجدة المهداوي وعمر حسين. والوصفة دي لسه بتتعمل لحد النهاردة في الصعيد وكمان معروفة في اسكندرية. الوصفة هي بيض بالسخينة. المقادير 4 بيضات، بصلة متوسطة مكعبات، نص كوب رز، نص لتر مية، عندنا معلقة زيت، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة كمون حصى أو كمون بودرة، ومعلقة صغيرة كراوية حصى. أول حاجة بنعملها إن احنا بنحط الزيت على النار وبنضيف له البصل، ومجرد إن احنا عايزين البصل يعني يدوب يصفر حاجة بسيطة خالص، يعني أساساً يدبل وممكن يصفر حاجة بسيطة. اوكي، البصل كده تقريبا جاهز. في الوقت ده هضيف له اهم مقدار عندنا النهاردة اللي هو الكراوية. هي الكراوية اللي بتدي الطعم والريحة المميزة لشوربة السخينة. هحط الكراوية مع البصل وهقلبها علشان تتحمص وتدينا النكهة والريحة الحلوة بتاعت الكراوية. دلوقتي هضيف الكمون، الفلفل، الملح والمية. وهحط معاهم الرز. الرز طبعا في العادي هيبقى رز ني، احنا سلقينه علشان ما ياخدش وقت في التسوية. وطبعا الرز بما انه تقريبا مستوي فمش هنحتاج وقت طويل دلوقتي قبل ما نبتدي نضيف البيض. مهم بس ان انا قبل ما اضيف البيض اقلل درجة الحرارة، لان انا مش عايزه الشوربه تبقى بتغلي جامد قوي لما احط البيض، لان انا عايزه كل بيضه تفضل زي ما هي، مش عايزه البيض يتلخبط مع الشوربه يعني. فعلشان نحافظ على البيض كل بيضه لوحدها بنوطي درجه الحراره وبنستنى لما الشوربه تبطل تغلي جامد قوي كده. وهحط البيض بيضه مش مع بعض، انا هشيلها من على النار لان طبعا بوتاجاز الكهرباء مش بيهدى بسرعه. وهنبتدي نحط البيض واحده واحده، وكل واحده هنستنى عليها تبتدي تتماسك قبل ما نحط الثانيه عشان البيض ما يلزقش في بعضه. فهبتدي احط اول واحده، هحط كده نص الحله على النار، ولما الاقي البيضة ابتدت تتماسك ممكن احط البيضة الثانية، ودلوقتي البيضة الثالثة واخر واحدة. بمجرد البيض ما يستوي هيبقى عامل شوية زي البيض اللي بنسلقه في المية ساعات من غير القشر، يعني اللي هو اسمه poached eggs. ومجرد بس ما يبتدي البياض يتماسك تبقى الشوربة جاهزة. والصفار طبعا كل واحد زي ما بيحب، في ناس بتحب الصفار برضو يبقى متماسك، وفي ناس تانية بتحب الصفار بتاعها أول ما تقطعه كده بالمعلقة يبقى شوية سايح في الشوربة. فطبعا دي كل واحد زي ما بيحب، وطبعا دي شوربة مغذية وكمان مفيدة جدا في وقت البرد. يعني الواحد لو كان عنده دور برد شوربة السخينة دي الحقيقة بتطلع البرد كله من الصدر يعني. فهي عادة من أنواع الشوربة اللي بتبقى حلوة قوي في الشتاء، بتدفي وبتطلع البرد. نتأكد بس ان البيض استوى زي ما احنا شايفين كده، خلاص البيض استوى، البياض استوى كفاية خالص. الصفار طري شوية زي انا ما بحبه، بس زي ما قلنا كل واحد زي ما بيحب.
لو عايزين تسووا السفار اكتر فبرضو ده يرجع لكم.